أهلين إلهام. أهلين فيكي. طلبت الفطور لأنك قلتي لي كثير مستعجلة. منيح إنك طلبتي. تشربي شاي؟ لا شكراً، بفضل عصير برتقال. عفواً، بدنا كاسة شاي وعصير برتقال. تكرمي. إيه شو الأخبار؟ ليش ما عدتي إجيتي على دروس التنس؟ آسفة ما خبرتك شو صار معي. من بعد اليوم ما عاد إجي على النادي. ليش؟ مو حابة تكملي؟ لا مو هيك الموضوع، سبق وقلت لك إني ناوية أسافر وبجوز طول على الأرجح. لا لوين رح تروحي؟ ما بعرف لوين، ما قررت، محتارة. وقديش بدك لترجعي؟ بعتقد شي كم شهر. كيفك أنت وكرم هلأ؟ بعرف بهالفترة ما عم تلتقوا كتير، كانت واضحة السعادة بعيونكم. متخانقين شي؟ يعني شفته لكرم اليوم بالنادي مو على بعضه. صار بيناتكم شي؟ كرم عرض علي إنه يتزوجني. بالله؟ عرض عليك الزواج؟ إيه نعم. إيه؟ شو رديتي؟ رح تتجوزوا؟ لا. ليش؟ يعني ليش ما تتجوزوا إذا بتحبوا بعض؟ بصراحة ما كتير فهمت، كرم عمل شي خلاكي تزعلي؟ لا بالعكس، وجوده معي ريحني. شاب مهذب حنون ورايق. لكن شو المعنى؟ الزواج علاقة جدية، وكرم لسه ما كتير بعرفه، وغير هيك أنا بظن إني ما بحب كرم لدرجة إنه نتزوج. إيه بس أنتي قلتي إنك معجبة فيه وحبيتيه من أول نظرة. الزواج علاقة جدية، أنا معك، بس الحب الحقيقي ما فيك تلاقيك اليوم، مشان هيك لازم تتمسكي فيه. ما بيصير تضيعيه من إيدك فجأة. مضطرة أمشي هلأ رزان، معلش خلينا نطلب الحساب. أنا رح أدفع لو سمحتي. طيب شكراً على الفطور. يلا بشوفك. موفقة. ديري بالك على حالك، بتمنى كل شي يكون مثل ما بدك وتكوني مبسوطة. شكراً على كل شي رزان.